أمام الغرفة السفلى للبرلمان، الوزير الأول يستعرض بيان السياسة العامة للحكومة، والذي يتضمن مخطط عمل يهدف بالأساس إلى تدعيم دولة القانون وتعزيز الطابع الاجتماعي للدولة، مواصلة لتجسيد الالتزامات التي يتضمنها برنامج رئيس الجمهورية. إن الحكومة قامت بإحراز تقدم كبير في سبيل تحقيق الالتزامات التي وعد بها السيد رئيس الجمهورية، حيث تجاوبت مع التطورات الدولية بالمرونة اللازمة من خلال لا سيما تكييف السياسات العمومية مع السياق العالمي، بتبني سياسات استباقية بناء على توجيهات السامية للسيد الرئيس الجمهورية، والتي سمحت بتعزيز قدرات صمود الاقتصاد الوطني ومواصلة دعم السياسة الاجتماعية للدولة، مع استكمال تجسيد إصلاح المنظومة القانونية والمؤسساتية تكريسا للحوكمة والرشادة، بالموازاة مع تطوير الهياكل القاعدية عبر إطلاق مشاريع استراتيجية مهيكلة وبعث الاستثمار وتسريع حركيته في إطار مقاربة اقتصادية بحتة. هذا الأمر تم دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، وهو ما وجب التنويه به، حيث ينم عن بعد النظر وعن التحكم في إدارة الشأن العام والنظرة الاستباقية للسيد رئيس الجمهورية. ورغم السياق العالمي الذي يشهد تغييرات وصعوبات مالية للعديد من الدول، إلا أن الجزائر وفق ما حمله البيان حققت توازناتها المالية وفتحت ورشات شاملة، لا سيما المتعلقة برفع التجميد عن عديد المشاريع الاستثمارية. التحويلات الاجتماعية اللي هي تمثل مختلف الدعم اللي تحمله الدولة في حدود 17 مليار دولار، الآن الرقم ارتفع حسب ما قدمه الوزير الأول وأصبح في حدود 20 مليار دولار، يعني 19.66 مليار دولار، يعني هي حجم التحويلات الاجتماعية، وهذا إن دل على شيء يدل على أن الدولة الجزائرية ملتزمة بطابعها الاجتماعي. خمس محاور حملها بيان السياسة العامة للحكومة، محاور أخذت من شق ترقية السياسة الاجتماعية العادلة إحدى الأولويات لضمان رفاهية المواطن، وهي من بين الأهداف الأساسية التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية.